Hi there, I and my buddy Joe English are sending our regards. Today we continue doing a general English test for third year secondary English from Al-Mu'asir booklet. هنعمل امتحان لغة إنجليزية شامل ثالثة ثانوي من booklet Al-Mu'asir. طيب هنكمل في الامتحان اللي هو هنبدأ في امتحان 11. بيقول number one, to say something very quietly is to whisper. يبقى دي الإجابة الصحيحة، إنك أنت تقول حاجة بصوت هادي، كأنك أنت إيه whisper اللي هو بيقول أكنه صوت وشوشة يعني whisper. يبقى دي الإجابة الصحيحة. طيب number two, we all didn't think that such an unknown disease would become A from which all the countries suffer. يبقى pandemic. A pandemic هنا بمعنى وباء. يبقى السؤال الثاني الإجابة A. طيب number three, students at the primary stage should be taught the basic elements for reading and writing. عايزين بقى the opposite of the word basic. Basic معناه أساسي، يبقى العكس بتاعها insignificant يعني غير مهم. Basic أساسي أو مهم، يبقى العكس بتاعها A insignificant. طيب number four, one of the essential elements to get a job is work experience. يبقى D خبرة العمل هي الشيء المهم أو من الأشياء المهمة في التوظيف أو الحصول على وظيفة، يبقى دي experience. طيب number five بيقول I think this car deserves much money, it's really elegant اللي هي C. elegant يعني رائعة، زي luxurious كده يعني فارهة، يبقى إذن تستحق أموالا كثيرة لأن السيارة نفسها إيه؟ elegant. يبقى C الإجابة الصحيحة. طيب number six, to means to change who you are. يبقى to reinvent اللي هي B. reinvent هنا مش معناه يعيد اختراع نفسه، لا، يطور من نفسه، improve himself، ياخد كورسات، أحيانا يترك الوظيفة ويروح لوظيفة تانية أفضل يعني تظهر قدراته أكتر إلى آخره. يبقى كلمة reinvent yourself معناه improve yourself. يبقى B الإجابة الصحيحة. طيب to number seven, to assess something is to، يبقى عشان تعمل assess يبقى to evaluate يقيم شيء. يبقى assess أو evaluate فعل بمعنى يقيم، يبقى دي الإجابة الصحيحة. evaluate هي نفس معنى assess. طيب number eight بيقول hard work always success. يبقى العمل الجاد يؤدي إلى النجاح، يبقى leads to success. يبقى C الإجابة الصحيحة. طيب السؤال number nine بيقول an important report about the fight now. طالما حاجة بتحصل الآن يبقى مضارع مستمر وهنخليه مبني للمجهول، يبقى is being written. يبقى A هي مضارع مستمر لكن مبني للمجهول، تركيبه is am أو is أو are طبعا حسب الفاعل. هنا report يبقى is وبعدين being وبعدين التصريف الثالث اللي هو ال past participle. هنا is being written يبقى A الإجابة الصحيحة. طيب number 10, French isn't Chinese. يبقى as hard as Chinese. الفرنسية ليست صعبة كاللغة الصينية، يبقى هنا عندي as بجيبها وبحط في النص adjective. يبقى A الإجابة الصحيحة. طيب number 11, I am sorry your mobile hasn't been fixed yet, it in 30 minutes. طبعا in 30 minutes تدل على المستقبل وبنستخدم معاه زمن المضارع اللي هو المستقبل التام، وهنا مبني للمجهول، يبقى will زائد have زائد been زائد التصريف التالي، يعني مضارع تام بس مبني للمجهول. يبقى C الإجابة الصحيحة، will have been fixed. موبايلك لسه ما صلحش ولكن سيتم إصلاحه في غضون 30 دقيقة، يبقى will have been fixed. يبقى C الإجابة الصحيحة. احنا عارفين المستقبل التام بيجي لما يكون في مثلا زمن مستقبلي، ممكن في الغالب باستخدام by زائد زمن مستقبلي، أو مثلا by 20 40 by 20 35 إلى آخره، أو إن أقول مثلا in كذا، أقول مثلا in 2 years time، in مثلا 3 hours، in 10 days إلى آخره، حاجة تدل على المستقبل، في غضون كذا سيكون كذا قد تم، يبقى will have been fixed. يبقى في غضون 30 minutes your mobile will have been fixed. يبقى C هنا الإجابة الصحيحة.
طيب السؤال نمبر 12 بيقول هالا is that you cannot depend on her. يبقى هنا be such a dishonest clerk that you cannot depend on her. طبعا عارفين قاعدة such that بيجي ما بينهم a وبعدين adjective وبعدين noun. يبقى such a dishonest clerk that. وطبعا هنا المعنى هنختار كلمة dishonest عشان هي موظفة غير أمينة وبالتالي لا يمكنك الاعتماد عليها. يبقى B الإجابة الصحيحة. المهم تعرف بس الفرق بين تركيبة such that اللي بجيب ما بينهم A و adjective و noun، أو لو قلت so that بس بجيب في وسطها adjective فقط بدون A و adjective و noun. ده الفرق بين so that و such that. يبقى هنا الإجابة B such a dishonest clerk. طيب number 13 بيقول بورت سعيد is the city I was born. يبقى where اللي هي دي. يبقى where هنا adverbial يدل على المكان وفي نفس الوقت relative pronoun يعني ظرف يدل على المكان. اوكي وايضا هو relative pronoun يعني ضمير وصل. يبقى where I was born بورسعيد هو هي المدينة التي ولدت فيها. يبقى دي الإجابة الصحيحة. طيب هنا 14 بيقول لي many trees in our streets nowadays. nowadays تدل على الزمن المضارع المستمر. فبالتالي وطبعا هيبقى مبني المجهول هنا، يبقى اقول are being planted يعني في اشجار كتيره يتم زراعتها. يبقى C are being planted. طبعا عشان تقليل التلوث بنزرع ايه اشجار كثيره. طبعا nowadays هذه الايام يبقى زمن مضارع مستمر بس مبني المجهول هنا اللي تنفع مع trees are وبعدين being وبعدين ال PP أو التصريف التالي. يبقى are being planted C الإجابة الصحيحة. طيب number 15 بقى بيقول لي Mr. عمرو did not come to the meeting till it till it إيه till it had begun. يبقى اللي حصل إن الاجتماع حصل الأول وبعدين عمرو وصل للاجتماع. طبعا ما بيجيب لي حدثين في الماضي يبقى الحدث الاولاني نخليه في الماضي التام. هنا في الحاله ديت الاجتماع had begun بدأ الاول وبعدين عمرو وصل للاجتماع. اوكي او راح للاجتماع. يبقى الحدثين ترتيبهم ان الاجتماع حصل الاول يبقى had begun وبعدين عمرو وصل للاجتماع. الطبيعي اللي كان المفروض ان عمرو had gone to the meeting او had مثلا attended the meeting وبعدين the meeting started. لكن اللي حصل ان هو الاجتماع اللي حصل الاول او حدث الاول وبعدين عمرو جه متاخر. ده دليل ان هو متاخر يعني. فالمهم هو بيكرر كتير في الاسئله في الامتحانات حدثين في الماضي، اللي تم الاول بخليه في الماضي التام واللاحق ليه بخليه في الماضي البسيط. فهنا had begun الاجابه الصحيحه اللي هي A. طيب الجمله رقم 16 بيقول I couldn't meet the head teacher. He was busy some people. ما قدرتش اقابل المدرس الاول، هو كان مشغول ايه؟ meeting some people، كان مشغول بمقابلة بعض الناس. يبقى B الإجابة الصحيحة. طيب سؤال number 17 بيقول does she work hard? She is lazy. يبقى الإجابة no she is lazy. تمام؟ طب إيه؟ أنهي بقى A ولا B؟ لا A، لأن الجملة اللي بعدها بادئة بS capital وبالتالي no بعدها full stop. لو كان قال نو بعدها كوما ما كانش في داعي ان انا احط شي كابيتال لتر. يبقى احنا هنا الاجابه بناء على البانكتويشن يبقى ايه صح. لو كانت بس بناء على المعنى كان ممكن ايه وبي، لكن عشان احنا عارفين ان الشي بدا بكابيتال لتر يبقى اجيب نو بعدها فول ستوب. طيب يبقى ايه الاجابه الصحيحه. طيب 18 بيقول لي which of the following is the order of a news report. في النيوز ريبورت او التقرير الاخباري المفروض يعني الترتيب بتاعه بيكون ازاي. يبقى هنا بي اقول هيدلاين وبعدين باي لاين وبعدين بليس لاين والليد باراجراف وبعدين البادي باراجراف يعني العنوان الرئيسي وبعدين الباي لاين اللي هو الشخص كتبه مين والبليس لاين المكان وبعدين الليد باراجراف اللي هو الفقره الرئيسيه او الفقره الاولى وبعدين البادي باراجرافز اللي هي الفقرات الرئيسيه أو الفقرات بقى اللي بتيجي في التقرير. يبقى ده بي اللي هو التقرير الصح اللي هو بتاع الأخبار أو التقرير الإخباري بيكون ترتيبه إيه. طيب 19 in a for and against essay paragraph has one of the main disadvantages. يبقى إيه بقى؟ a body paragraph. أنا بكتب مقالة فيها برو أند كون أو فيها فور أند أجينست يعني زي مميزات وعيوب.
يبقى في البادي او الفقرات الرئيسيه بعد الانترودكشن والكونكلوجن ممكن اخلي باراجراف بس او فقره اخصصها للادفانتج او الديس ادفانتج، واحده للديس ادفانتج المساوئ او العيوب وواحده للادفانتج. يبقى بخصص ايه بقى؟ بخصص واحده من البادي باراجرافس عشان اقول مثلا المساوئ او العيوب، وفقره تانية عشان اقول المميزات ومحاسن الشيء. يبقى اذا البادي باراجراف ما بيبقاش لا في الانترودكشن ولا الكونكلوجن ولا التايتل. يبقى الاجابه بي. طيب السؤال نمبر 20 بيقول which of the following is structurally correct؟ هلاقي ان هي بي، بقول my grandpa, who is 90, suffers from some health problems، وبعدين full stop. طبعا who is 90 هنا non essential relative clause، جمله غير essential يعني بيسموها non essential، وبالتالي ممكن احطها ما بين كوماز، ممكن الغيها وتبقى الجمله واضحه. My grandpa suffers from some health problem، مفهومه واضحه ما فيش فيها مشكله. تمام كده؟ طيب يبقى اذا بي الاجابه الصحيحه. نشوف بقى قطعه الريدنج، نقرا مع بعض. Matt had been taking karate lessons for a few months. At first, he wanted lessons because he wanted to do the things he saw people do in martial arts. يعني واحد اللي هو مات ده كان بياخد دروس في الكاراتيه وكان عايز يتعلم المارشال ارتس اللي هي فنون الدفاع عن النفس اللي كان بيشوفها في الافلام. But very soon he realized that karate is not like the movies. لكن هو يعني عرف ان الكاراتيه اللي هو بيتعلمه في الواقع غير اللي هو بيشوفه في الافلام. It took some time for him to get used to that, but eventually he came to enjoy karate. خلاص عرف هذه الحقيقة، ولكن مع الوقت قدر ان هو ايه يستمتع بلعبة الكاراتيه الحقيقية بقى غير اللي هو بيشوفها في الافلام. يعني karate made him feel strong and gave him energy. الكاراتي خلاه اقوى وان هو عنده طاقة. But it also made him feel calm، خلاه يشعر بالهدوء. He worked very hard and one day his sensei المعلم يعني اللي هو في لعبه الكاراتيه والتر، هو اللي كان بيتدرب ده اسمه مات، المعلم بتاعه اسمه والتر، told Matt he was ready for his first test، ان هو كان جاهز عشان الاختبار الاول بتاعه في لعبه الكاراتيه يعني. اوكي. Two weeks before the testing date, Walter gave Matt an application. Matt took it home and filled it in. كان اداله application form يعني فورم كده عشان يملاها. He brought it back to the next class. For the next 2 weeks, Matt practiced very hard. Matt عمل الاستمارة التقديم وبعدين فضل يتدرب لمدة أسبوعين تدريب كويس. Okay. Matt practiced very hard. He wanted to be ready for the test. كان عايز يبقى مستعد لهذا الاختبار اللي هو هيختبره في الكاراتيه. On the day of Matt's test, he joined a group of other students. في يوم الاختبار انضم لمجموعة أخرى من الطلبة who were ready for their test. كانوا برضو بيستعدوا لاختبارهم. The test began with some exercises. الاختبار بدأ عن طريق عمل بعض التمرينات. The students had to show that they could do all of the movements that Walter had taught them. طبعا كل طالب في او متدرب في لعبة الكاراتيه كان لازم يقوم بالحركات اللي والتر علمها له. Then the students took a written test. بعد كده خدوا اختبار تحريري. Walter had also taught them about karate and they had to show that they knew those things too. والتر كان علمهم حاجات عن الكاراتيه وكان لازم يجاوبوها عن طريق الاختبار التحريري. After the test, Matt waited with the other students. Matt والطلبة أو المتدربين التانيين كانوا منتظرين to see how he had done. يعرف هو عمل إيه في الامتحان. Walter congratulated all of his students on making a real effort. والتر هنأ الطلاب كلهم على إنهم عملوا جهد حقيقي. And then he spoke to each student واتكلم مع كل واحد. When it was Matt's turn, لما جاء دور مات, Walter told him that he had passed.
قال للمات ان هو نجح في الامتحان. مات was very excited، كان سعيد جدا. والتر also told مات that he would receive his first belt white with a black stripe on it. قال له هي هي لانه نجح في الاختبار الاول في الكاراتيه هيتلقى الحزام الابيض اللي فيه جزء كده اسمر on it at the next class في الكلاس القادم. Karate had turned out to be very different from what Matt had thought. الكاراتيه اتضح ان هو مختلف عن الافكار اللي كانت عند مات اللي كان جايبها من الافلام يعني. But he had discovered that he liked it very much. لكن اكتشف ان هو بيحب لعبة الكاراتيه جدا. طيب نشوف سؤال 21. What does Matt think about karate at first? اللي هو دي. He thinks it will be just like the movies. كان معتقد في الأول إن هو زي الأفلام اللي هو دي. طيب 22 بيقول What do you predict Matt will do؟ متوقع مات هيعمل إيه؟ He will keep doing karate اللي هي إيه؟ لأنه قال في القطعة إن هو بالرغم إن هو توقعاته عن الكاراتيه إن يعني طلعت مختلفة عن الأفلام، لكن هو حب الكاراتيه مع الوقت وهيكمل فيه، يبقى He will keep doing karate اللي هي إيه الإجابة الصحيحة. سؤال 23 The main idea of the third paragraph is هنلاقي ان الثيرد باراجراف الفكره الرئيسيه بتاعتها ماتس فيرست تيست. لو انتم فاكرين هو تحضير مات للاختبار وقعد يستعد لمده اسبوعين الى اخره. في الباراجراف الثالث بقى والفقره الثالثه قال بالظبط اللي حصل يوم الامتحان ومات عمل ايه وبعدين خد الاختبار اللي هو الحركات الاول وبعدين الاختبار التحريري. يبقى سؤال 23 اللي هو ماتس فيرست تيست اول اختبار ليه في الكاراتيه ايه الاجابه الصحيحه. طيب 24 بيقول to be good at karate you need to be patient. عشان تبقى كويس في الكاراتيه يجب تكون patient يعني صبور. سي الموضوع مش هيجي فجأة، لازم تكون صبور في اللعبه وهتبقى مستواك كويس بعد كده في هذه اللعبه. يبقى سي patient هنا معناها صبور. طيب 25 بيقول How does Walter feel about Matt passing his test? يبقى he was very pleased. والتر المدرب يعني كان مبسوط جدا ان مات نجح في الاول اختبار ليه. يبقى C very pleased يعني كان مبسوط جدا. طيب 26 بيقول How will Matt's parents likely feel about Matt passing his test? يا ترى ايه شعور والدي مات بعد ان هو يعني نجح في الاختبار. very proud يكونوا فخورين جدا بمات. يبقى ايه very proud الاجابه الصحيحه. طيب السؤال 27 بيقول which real lesson does Matt learn؟ ايه الدرس الحقيقي اللي مات اتعلمه؟ اللي هو بي كاراتي isn't at all like the movies. ان الكاراتيه مش زي الافلام لكن هي حاجه تانيه و لو انت صبور في اللعبة هتتعلمها وتبقى كويس فيها. طيب سؤال 28 بيقول which text has a similar theme؟ ممكن اقول be a story about learning how to play a musical instrument. يعني اي قطعة عن إن ازاي تتعلم حاجة جديدة او لعبة جديدة هتبقى مشابهة للقطعة اللي احنا قرناها دلوقتي. يبقى be الاجابة الصحيحة. طيب نشوف بقى القطعة التانية نقراها مع بعض. Imagine day turned into night. يعني تخيل ان النهار تحول الى الليل. The world is so covered in a thick blinding dust that all sunlight is blocked out from view. تخيل كده ان العالم كله كانت تحيط ب غبار كثيف او دست اللي هو تراب كثيف لدرجه ان يحجب رؤيه الشمس والسان لايت او ضوء الشمس ما بيوصلش للارض. Everyone around you is running from the cloud. كل واحد بيجري من سحابه التراب او الغبار ديت cloud of dust that will suffocate its victims. وهذه السحابه من الغبار او التراب ممكن ان هي تخنق suffocate الضحايا بتاعتها with a blanket of dust مع كل هذا الغبار يعني. Think it could happen. هل ممكن ده يحصل؟ Think again. فكر مرة تانية.
In the United States during the 1930s, an area in the middle of the country, في الثلاثينات في أمريكا كان في منطقة في وسط أمريكا يعني became known as the dust bowl، معروفة بأن هي طبق الإيه الغبار أو التراب، يعني اتجمع فيها غبار وتراب كتير جدا. Huge dust storms ravaged areas in the states of Kansas, Oklahoma, Texas, Colorado, and New Mexico. يعني عواصف ترابية ضخمة جدا كانت بتحصل في ولايات كانساس وأوكلاهوما وتكساس وكولورادو ونيو مكسيكو الأمريكية. The dust storms اللي هي عواصف الترابية دي were mainly caused by a lack of planning on the part of those who continuously farmed the areas of land. حصلت لأن الناس كانت بتزرع مناطق الأرض بتاعتهم and a series of droughts، وكان في سلسلة من الدراوتس اللي هي الجفاف كان بتحصل that swept through the ravaged farmlands، وده أدى إلى العواصف الترابية دي. The loose soil، التربة اللي هي loose كانت يعني ضعيفة easily succumbed to the strong winds، كانت الرياح الشديدة بتجرفها معاها ready to sweep the land in huge clouds across the already suffering midwestern states. ودي يعني أثرت على الميدويسترن ستيتس اللي هي الولايات اللي موجودة في منتصف وغرب الولايات المتحدة. طيب the environmental disaster caused over 3 million people to leave their homes. هذه الكارثة أدت لأكثر من 3 مليون شخص يسيبوا منازلهم in the Great Plains area، في المنطقة المتأثرة اللي بيسموها بلينز، Great Plains، في منطقة المناطق العظمى يعني اللي هي المناطق اللي هي كان فيها الزراعة دي. Those leaving hope to find food, shelter, and new way of life for their families by moving out west. الناس اللي شافوا اللي سابوا المنطقة الوسطى ديت كانوا بيأملوا يبدأوا حياة جديدة لما يروحوا باتجاه الغرب. Although some did find new homes، بعض الناس وجدوا منازل جديدة وحياة جديدة. Sadly, many of those people hoping for a better life were often forced to take whatever jobs they could find just to survive. لكن الآخرين أجبروا إن هم يشتغلوا أي حاجة عشان يقدروا يعيشوا لما راحوا الأماكن اللي في الغرب. People in other areas did not often treat the immigrants with kindness. الناس اللي في المناطق الأخرى ما كانش دايما بيعاملوا المهاجرين من المناطق الوسطى يعني بحب أو بنوع من العطف، يعني believing the flux of people in their own lands would cause overcrowding، لأن كانوا معتقدين إن الهجرة دي هتؤدي إلى الازدحام في المناطق بتاعتهم and hardships، والمصاعب for their own families، لمصاعب اقتصادية لأسرهم يعني. However, the dust bowl did have at least one positive effect. لكن موضوع المنطقة اللي حصل فيها غبار ديت أدت لشيء جيد إن هو يحصل بالنسبة للزراعة on agriculture. People learned to implement، الناس تعلمت إن هي تطبق farming practices، أساليب زراعة that would save the soil، إن هي تحمي أو تحافظ على التربة and save the settlers of the Great Plains، ويحافظوا على الناس اللي قاعدين في هذه المناطق الزراعية from facing such an economic disaster، وتقيهم ان هم يقابلوا مشكلة اقتصادية او كارثة اقتصادية of such magnitude ever again. ان هم هذه المشكلة تحصل مرة اخرى، هم تعلموا يعني هذه الكارثة علمتهم ان هم يزرعوا بطريقة مختلفة بحيث ان الرياح اللي بتيجي القوية ما تجرفش التربة اللي هي اصلا ضعيفة وتؤدي إلى كل هذا أو هذه العواصف الترابية. طب نشوف بقى الأسئلة. سؤال 29 بيقول What is the most suitable title for this passage؟ سؤال 29 هنلاقي إن C the dust bowl، منطقة اللي هو بيسموها يعني زي طبق الغبار أو صحن الغبار أو المنطقة اللي تجمع فيها كمية كبيرة من الغبار اللي هي C، اللي هي مناطق وسط أمريكا. The synonym of the underline، ده كان ده في الثلاثينات يعني.
The synonym of the underlined word suffocate. احنا خدنا كلمة suffocate هيات في أول باراجراف خالص، واحنا قلنا suffocate معناها يخنق الإيه؟ الضحايا. فكلمة suffocate هنا السينونيم بتاعها اللي هو إيه بقى؟ ها؟ عايز the synonym of the underlined word. يبقى C اللي هي survive. The synonym of the underlying of the underlined word suffocate هنا معناها يخنق، يعني ممكن تكون زي smother. اوكي، هي دي اقرب حاجه، لان survive يعني يعيش وبريد يتنفس وimplement يطبق، يبقى ما فيش غير هي بي smother. طيب سؤال 31 بيقول، يبقى بي. طيب سؤال بقى 31 بيقول through the first paragraph the writer tried to. الباراجراف الاولاني اللي احنا قريناه الكاتب حاول يعمل ايه؟ A provide a visual image for the reader، يحاول يعد صوره visual، يعني كانه شايف حاجه قدامه، اللي هو بيقول لك imagine، تخيل ان العالم بتيجي غباره، يعني سحابه كبيره من الغبار او التراب تلفه لدرجه ان ايه السانلايت او ضوء الشمس ما يبقاش واصل ليك او مش شايف قدامك يعني. فهو عمل لك فيجوال ايمج، عامل لك صوره ان انت تشوفها بعينيك، يعني عشان يقرب لك موضوع الغبار اللي حصل في الولايات الوسطى في امريكا في الثلاثينات. يبقى اذا حاول ان هو يعمل ايه؟ فيجوال ايمج، بروفايد اللي هي ايه؟ اي فيجوال ايمج. طيب سؤال 32 بقى بيقول the immigrants were not welcomed at as they may cause B overcrowding for their areas. يبقى ممكن يعملوا ازدحام في المناطق اللي هم هيروحوا ليها. تمام؟ يبقى اذا B الاجابه الصحيحه. طيب سؤال 33 وفقا للي ورد في القطع يعني 33 do you think that disaster had any advantages? Well, C people learned how to save their site. عشان في المستقبل بقى لما حصلت المشكله ديت وناس نزحت من اماكنها اتعلموا ان هم يحافظوا بعد كده على التربه ويتبعوا وسائل فارمينج تكنيكس تحافظ على التربه ما تجيش الرياح الشديده تجرفها وتسبب عواصف ترابيه، يبقى سي. طيب السؤال 34 بيقول the dust storms affected states five states، اللي هو قالهم ذكرهم في القطعه five states بقى اللي هم ايه؟ كانساس، اوكلاهوما، تكساس، كولورادو، اند نيو مكسيكو. يبقى هم خمس ولايات تأثروا بالعواصف الترابية. يبقى 5 الإجابة A. طيب سؤال 35 بقى بيقول the antonym of the word succumbed، هو كلمة succumb يعني أي يستسلم، عايز بقى العكس بتاعها، يبقى D resisted. succumbed بمعنى استسلم، الماضي بتاعها resisted يعني قاوم، يبقى D الإجابة الصحيحة. طيب سؤال 36 بيقول are the main reasons for the disaster mentioned in the passage اللي هي storms. طبعا storms هي اللي كانت السبب الرئيسي في الكارثة اللي حصلت، لأن الرياح الشديدة اقتلعت التربة الهشة وأدت لعاصفة غبار أو عاصفة ترابية كبيرة جدا. يبقى C الإجابة الصحيحة. شوف بقى الجزء بتاع الترجمة بيقول 37 throughout history the central role of women in society has ensured stability, progress and long-term development of nations, so we should be grateful to them all the time. هنلاقي الإجابة جيم هي أفضل ترجمة، على مر التاريخ أكد دور المرأة الرئيسي في المجتمع على الاستقرار والتقدم والتنمية طويلة المدى للدول، لذا يجب علينا أن نشكرها طوال الوقت. طيب هنلاقي لو الجمل الثانية فيها كلمات مكتوبة غلط، يعني مثلا ألف كاتب أكد دور المرأة الرئيسي في المجتمع على الاستقرار، ما قالش على الاستقرار والتقدم، وبعدين قال تنمية قصيرة المدى مش طويلة المدى، هي أصلا في الجملة الأصلية قال long term development، فإحنا نستبعدها عشان الكلمات دي. باء بيقول على مر التاريخ أكد دور المرأة الرئيسي في المجتمع على الفوضى، لا هو قال الاستقرار stability، فهنا نترجمها الفوضى فدي ترجمة غلط. جيم قلنا هي الترجمة الصحيحة، دال على مر التاريخ لم يؤكد يبقى نفى، بدل ما قال the central role of women has ensured أكد، هنا قال لم يؤكد يبقى ده الغلط عشان جاب النفي. طيب يبقى إذن في الجملة دي جيم هي الإجابة الصحيحة.
سؤال 38 بيقول living things respond to changes in their environment for protection. Some animals change color to hide in their surroundings. هنلاقي أفضل ترجمة ألف تستجيب الكائنات الحية للتغيرات في بيئتها وتغير بعض الحيوانات لونها للاختباء في محيطها بغرض الحماية. يبقى ألف الإجابة الصحيحة. هنلاقي إن في برضو أخطاء أو كلمات غلط في الجمل الثانية. مثلا هنا تقاوم الكائنات الحية التغيرات مش تستجيب، وقال respond to تستجيب مش تقاوم، يبقى بقى غلط. جيم تستجيب الكائنات الحية للتغيرات في بيئتها وتغير بعض الحيوانات لونها للاختباء في محيطها بغرض الحماية. أوكي، يبقى هنا بنقول في بيتها، ما قالش في بيئتها، يبقى هنا بيتها غلط، الكلمة دي غلط، لأنه قال في الـ environment، in their environment يعني في البيئة مش البيت، يبقى جيم غلط عشان كلمة البيت دي. دال تستجيب الكائنات الحية للتغيرات في بيئتها وتغير بعض الحيوانات لونها للاختباء في محيطها لنقص الحماية، لا هو قال لغرض الحماية. To hide اللي هو change their color to hide in their surrounds. الجملة الأصلية قال يعني for protection، بهدف الحماية مش عشان نقص الحماية، وبالتالي دال غلط عشان كلمة نقص دي. يبقى إذن ألف هي الإجابة الصحيحة. طيب السؤال 39 نقرأ: تتمتع مصر بمناخ جيد طوال العام، فالشمس متوفرة في معظم شهور السنة، ولهذا السبب تسعى مصر لاستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء. هنلاقي إن بي أفضل ترجمة: Egypt has good climate all the year. The sun is available most of months of the year. So Egypt seeks to use the solar energy to generate electricity. لو قرينا في الجمل الثانية هنلاقي إن في كلمة غلط في كل جملة نقدر نتعرف عليها ونستبعد هذه الجمل. يبقى إذا 39 بالإجابة الصحيحة. طيب 40: تميز محمد صلاح بذكائه وقدرته على تسجيل أهداف وطيبته وتبرعاته الكريمة في مصر بشكل عام. على إن إيه هي أفضل ترجمة؟ محمد صلاح is distinguished by his intelligence, his ability to score goals, and his kindness and his generous donations in Egypt generally. وهلاقي بقى في الجمل الثانية في بعض الأخطاء، إما في كلمة أو حرف جر أو التنس غلط أو إلى آخره، فبنقرا بتأني عشان نتعرف على الأخطاء ديت ونستبعد الجمل دي. هنلاقي إن في جملة واحدة اللي فاضلة هنا، إيه هي أفضل ترجمة؟ إن شاء الله نكمل مع بعض حل اختبارات عامة من بوكلة المعاصر وأيضا من بوكلة جيم، فتابعونا في الفيديوهات القادمة.